في حاجة شفتها قد تكون مهمة أو تلمس الموضوعات اللي حضرتك بتقوليها. حاجة منهم زي المنتخب الأمريكي البدلة اللي كانوا لابسينها في يوم الافتتاح، فكرة ملهاش. الناس بتتكلم عن الافتتاح دايما إنه بتاخده من الموضة، ده لابس إيه، ده جزء من ثقافته. الأمريكان كانوا عاملين حاجة بقى تانية، البدلة بتاعتهم واحدة من دور الأزياء الأمريكان المشهورة، صممت لهم بدلة فيها زي مجسات لترطيب الجو، درجة الحرارة والرطوبة في طوكيو عالية، معظم الرياضيين بيشتكوا من كده. حفلة الافتتاح تقعد كذا ساعة، وطابور العرض والناس بتبقى مستنية، وصمموا لهم بدلة فيها حاجات أشبه بالمبردات الشرايح اللي بتتحط في أجهزة الكمبيوتر عشان تبردها. ده يعني جوه اللبس التكييف، كأني حطيت التكييف في لبسي. بالظبط، طب هم حاطين لهم تكييف في حفلة الافتتاح جوه البدلة، بحيث إن هي تتعرف على درجة حرارة الجسم وتحاول تعمل وتبرد الجسم علشان يتغلبوا على درجة الحرارة والرطوبة العالية في طوكيو. ويفضل الوفد الأمريكي باين في أحسن صورة، إنه لا حران ولا متضايق، والطابور العرض يطول يقصر مفيش أي مشكلة. لأن البعثة بتاعتهم واحدة أكبر البعثات إن لم تكن الأكبر لو ما كنتش غلطان، فهم كانوا ظاهرين بقالها حوالي لأن البعثة بتاعتهم تكييف. ده ايه ده؟ ويا ده انا كنت لسه بقرأ عن الموضوع ده، كان صديقة ليا بتسألني في تشتري التكييف، فقلت لها اصبري، بيقولوا ان هم هيعملوا التكييف شخصي زي شرائح كده، الواحد فينا يحطها في لبسه وما يبقاش محتاج تكييف الأوضة، وبالتالي يوفر في الكهرباء جدا. قالت لي طب ده امتى ده؟ قلت لها يعني قدامك مثلا 3 4 5 سنين كده، استحملي الحر. فالظاهر ان ده امبارح برضه، يعني كل ما نيجي نفكر في حاجة تطلع اتعملت امبارح. هم عملوها بالفعل، وده كمان هتبقى في البدلة بتاعتهم في الألعاب البارالمبية. هم قالوا حفلة الافتتاح في الأولمبياد والألعاب البارالمبي البارالمبية. ده على قد ما تبدو الأمور، التكنولوجيا دي لرفاهية الإنسان فعلا وتكيفه، يعني لفظا ودلالة، تكيفه مع الحياة وبعد كده تكيفه بالحياة، يستمتع بقى بالحياة. بقت ميسرة للتغلب على أي حاجة، يعني حتى اللبس بقى فيه تكييف. وبالتالي القفزة، عارفة يا تهاني، القفزة الأمريكية في التفكير المستقبلي، إن هي لا بتفكر في زي ولا بتفكر في شكل، هي بتفكر طول الوقت في المستقبل، أنا هقدر أقدم إيه، فخلاص تقود بالرؤية التقنية المتقدمة دي. والفكرة مش إن أنا أقدم زي الناس تشوفه ويقولوا ده كويس ولا ده بيعكس ثقافتنا ولا ايه، لا، انا كمان بدور على راحة الناس، ان انا بدور ان انا ابقى عامل تكنولوجيا. انا بستعرض، انا مش بس بستعرض الميداليات، انا بستعرض التكنولوجيا اللي عندي. تسويق، هي أفكار تسويقية وترويجية كبيرة جدا. أنت عارفة كمان هيجنوا ثمار كبيرة، وأعتقد إن إحنا بنستفيد باستعراض التجارب دي على مستوانا المحلي، لأنه من المهم نستفيد ونحافظ على تراثنا وقيمنا، بس نقفز للمستقبل برضو.